الديفويات أو الزوائد بجسمنا قبل ما نبدأ بالثياب الصيفية؟ طبعا وما فينا ننسى انه موضوع الحجر اللي صار وقت كورونا خلانا ناكل وما نحس على حالنا وحتى ما نطلع بالمرايه لانه ما عم نشوف ناس كثير وزن زايد. لهيك كثير منا وكثير من الناس بلشت تهرول لتاخذ حميات او تعمل حميات غذائيه كانت ابدا ما أنا مدروسه وبعيدا عن استشاره اخصائيين التغذيه. لهيك رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وعن الحميات اللي اتبعوها عدد كبير من الناس وكان لها ضرر على اجسامهم. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. صباحو، رحب باختصاصية التغذية أسماء جابرين ضمنت لنا بالاستديو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباحك. يسعد صباحك. سمعنا يمكن كثير حميات وفي منها طلع جديد كيتو ميتو وغيرهم. لخصي لي أسوأ الحميات اللي عم يتبعوها الناس. تمام. هلا لنبدا. اوكي، هلا لنبدا باسوء الحميات. فيني اقول لك حميات الصنف الواحد. ليش حميات الصنف الواحد؟ بتجيني سيده بتقلي انا هلا بدي انزل وزني، عندي عرس، بتلاقيها عاشت على البطاطا واللبن مده مثلا اسبوع. هذا الشيء انت ما بتتخيل اذا نزل الوزن، ما بتتخيل انه بالحقيقه نازل سوائل الجسم، نازل فيتامينات ومعادن الجسم، لانه نحن سرعه نزول الوزن بتحرر بعض الهرمونات. وهذا الشيء شو ممكن يعمل؟ ممكن يسبب لا سمح الله اسعافات اوليه، نروح على المشفى بدنا سيروم، او يصير معنا شيء قصه، شيء خبطه بالجسم. يعني مو صح اني انا نحف حالي. شوربه الملفوف كمان سمعت في هذا الرجيم بضلوا فتره طويله، والتمر واللبن، وبيجوا بيقولوا لك ديتوكس بس مشروبات. انا عندي ديتوكس بحمياتي الغذائيه، بس كيف بعتمد عليه؟ الديتوكس كثير كلمه خطيره. نحن بنقول حميات المشاهير وبتلاقي كثير الناس هلا يعني موضه دارجه انه ترندي وهيك. حمية الديتوكس أساساً أنها تكون بقلبها في توازن، بقلبها أنا عاملة دراسة للجسم وقادرة أقدم أنه أنا عم نشط الكبد، أنا عم نشط الكلى، مو أنه أنا بس شو ما كان مهم أنحف. طب مهم تنحفي، يمكن خسرتي عضل، يمكن خسرتي سوائل، يصير جفاف بالأجهزة الداخلية، مصيبة. فمو أي حمية، وخصوصي حمية الصنف الواحد، أسوأ الحميات. طب الديتوكس يعني ذكرتي انه انت موجوده عندك وممكن انك تعملي له الدراسه، كيف ممكن اتباعه؟ هلا اول شيء برسل للصبيه ملف PDF تعبي لي فيه بياناتها بدقه. لا في شباب اكيد بس الشباب غالبا عم يجوني نحف مفرط بدهم يزيدوا كتله عضليه الشباب، وفي اصلا انا عندي صفحه بيج فيها قبل وبعد للشباب والصبايا. فالصبيه او الشاب يعني بتعبي لي الفولدر بيانات دقيقه بالسنتي على الميزان، على الريق، اللايف ستايل، قد ايه بنشرب مي، شو بناكل نحن بالنهار، كل هي نمط الحياه تبعها على اساسها بدخل جدول ديتوكس 3 أيام فقط. وبعدين ممكن يدخل معه وجبات. لا هو بقلبه هذا الديتوكس هو كله وجبات، اصلا ما في شيء بالميكسر. بينزل وزنه يمكن 4 إلى 6 كيلو فقط فضلات، يعني هذا مو شحوم، يعني رواسب اطعمه، احتباس سوائل، ممكن تكون نفخه قولون، في ناس عندها كثير مشاكل قولون. فالثلاث ايام ديتوكس بتقلي ما عم صدق 4 أيام ينزل الوزن على الميزان هالقد، لانه في كثير خدع وفي كثير الجسم في يعني الموضوع في ملابسات. بالضبط، هذا تنظيف للجسم، هذا مو تنزيل شحوم. فانا ببدا مثل بعمل تعزيل للجسم، بعدين بحط حمياتي بتكون استقلابيه المعده متنشطه، بيستقبل حمياتي الجسم بطريقه افضل. طيب معدل نزول الوزن شهريا بعيدا عن طبيعه الاجسام قد ايه ممكن انه هلا الطبيعي ما نتجاوز 9 كيلو 8 كيلو ليش؟ لانه بيصير ترهل بالشهر، يعني انا الصبايا معي مستحيل اقل من 8 كيلو، بس بشرط انه يكون في مع هذا التمرين اللي انا عاطيه تيار رياضي، لانه حمياتي عم اقدم الغذاء والرياضه والطاقه، فالرياضه انه يكون التمارين قادره هي العضله تشد الجلده ما يصير ترهل، لانه الترهل ما له حل غير الأصل. اذا كان في نزول سريع خصوصي اذا طالعه من حمل
الولاده بتلاقي مستعجله بدها تنحف، لا انت صار لك 9 شهور عم بتزيدي مثل وضعي طبعا. اي ريلاكس شوي شوي رح نظبط كل شيء، رح نصير باربيات بس شوي شوي يعني ستيب باي ستيب، بدها وقت بس بالضبط. طيب بالنسبه لحميه الكيتو، هل صحيح هي الأسوأ؟ خاصة انه في ناس هلا عم نشوف شباب كثير معهم كوليسترول، فشو الحمية ايضا اللي بتناسبهم؟ تمام. هلا بالنسبة للكوليسترول انا حكيت عنه بلقاء سابق انه هو تقريبا تدمير بعملية الوعاء الدموي. الكوليسترول مشكلته الرئيسية هي المقالي والجنك فود، قد ما بيقدر يلتزم 40 يوم نظام نظيف بتلاقي تحليل ال LDL عنده تحسن. اما بالنسبة للكيتو ما بقدر اقول ان هي حمية سيئة. هلا هي صح حمية ترندي وجديدة وما أنا من هالحميات القديمة كثير، بس الناس يمكن عم تبالغ فيها على قد ما عم ياكلوا دهون وزيوت، بتحسي الزيت رح ينزل من أمك شوي يعني كثير. بتعرف شغلة، من أغلبية اللي بيجوا لعندي بيستشيروني بتقلي ما قدراني شم ريحة أو اسمع كيتو، على قد ما تطبخ بوجهة نظر أسمى بقواعد الرئيسية عندي ما في شيء فور ايفر، ما في حمية بتطول أكثر من شهر شهرين. أنا شهر ضد شهرين. طبعاً لحتى نعدل الوزن، وكمان بينات كل 10 أيام أو كل أسبوع بعطي أسبوع راحة اللي هي خلي الجسم يستوعب شو عم يصير. فهدول الأشخاص اللي بتلاقي كيتوجينيك إنه كل العمر كثير غلط، وهو بعد فترة إذا تخزن الحرمان بالعقل اللاواعي بعد فترة بتلاقي بيصير انفلات او شره على الاصناف اللي منع نفسه منها. صحيح. تخيل هيك، يعني بعرف حتى حالات شره انا على برغل ورز، يعني كثير مؤلم بعد ما الواحد صحيح. يطلع من حرمان مطلق له. فالتوازن هو الاساس. موضوع الحلويات ايضا، قد ايه ممكن ياثروا بعض الحميات على موضوع النفسيه، يدخلوا بمود اكتئاب او ما شابه؟ هذا الموضوع اساسي. ما في حدا بيجي بيقول لك زايد وزني الا ونفسيتي تعبانه، نحفانه الا ومبسوطه، فمرتبطين ارتباط بالضبط. لا موضوع قصدي الحميات، مثلا بعض الحميات انه في ناس مشيت على الكيتو حرمانه من السكر ممكن انه عمل لها شويه اكتئاب او ارهاق معين، مع انه في تعويض يعني اخر. فهمتك غلط انا قبل شوي. شوفي، اول اي حميه بيصير عندنا شويه ديبرشن. ليش؟ لانه انت عقلك خففتي عنه بعض المصادر، سحبتي منه شويه مواد، فاول شيء الجسم ما انتبه، ما فهم شو صار، بيصير في خطر الانذار انه طوارئ، بيكبس زر انه لا بدنا ندير بالنا ما بدنا يصير عندنا مجاعه. الجسم هيك بيعمل، فبيعند، ما بيقعد بينزل وزن اول فتره ليفهم شفره الحميه، ليفهم انا داخل علي نمط اكل جديد ولا دايت. بهالوقت ممكن يصير معنا اكتئاب، وكثير بنات بيقولوا لي فوق مالك حارمتيني اكل وفوق مالي انا مكتئبه والاصناف ما عم. هدول الاشخاص يعني بستصعب اتفاهم معهم. نحن عم نحكي ونشرح ونتفاهم انه الدايت مو حرمان، انه رح تشبعي وما حينقص جسمك شيء، انه انا هدفي ارفع المناعه والثقه بالنفس، مو هدفي بس الميزان والخسر. اذا خلينا نختم حديثنا بافضل الحميات الموجوده حاليا. افضل الحميات هي الحميات المتوازنه بغض النظر عن اسمها. امثله امثله مثلا السير دايت اللي عملته أديل مثلا، الفنانه أديل، يعني هو بيتضمن كان اعتماد تقريبا رئيسي على اللحوم، وفي كمان انه شروب شو يا ربي اسمه السبانخ، عصائر السبانخ، يعني بصراحه ما حدا بيقبلها، كثير صعب كثير صعب، ما بجرب، سيء الطعم جدا، وممكن نحن يعني نرجع اذا صدقنا هيك شيء. بس هي السبانخ بالسلطه بيمشي الحال؟ ايه ممكن نعود، او حتى صار في تبوله سبانخ كمان. انا بحب الاكلات السمك اللي بنشوى بالفرن، ممكن ندخل معها الخضار الورقيه. وفي كثير هلا صار في صوصات فيها شبت وسبانخ، ممكن نعملها بطريقه نضيفها لصنف البروتين تكون مغذية ومفيدة من دون ما تكون بس عصائر او غيره. قربت شوي من حمية البحر المتوسط بما انك ذكرتي اسماك وخضروات. هلا حمية البحر المتوسط على فكرة انا ضدها، يعني لانه معتمدة رئيسيا فيها لحم الخنزير. عن جد؟ لا شو بدي بلحم الخنزير، يعني شحوم الاسماك فخذ هي شحوم اوراق الخواريف وفيها كثير كمية دهون عالية. انت متبعها؟ انا متبع الشيء الصحي منها اللي هو الاسفان الفروج مع السمك مثلا. أوكي. مع الخضار الورقيه كثير. برافو عليك، اخذت منه اللي فادك وناسب جسمك. زيت الزيتون. تمام. شلون نحن كل جسم له بصمه عين مختلفه، كل جسم بيتوائم مع دايت شكل، لهيك في اخصائي، والا كنا عملنا جروب وكلنا عملنا نمط واحد. نفس النمط ما بيصير، لازم كل شخص له دراسه خاصه لجسمه شو بيناسبه. أيها مخلي الاستشارات تحت الهواء. بدنا نشكرك كثير على المعلومات القيمة. أسماء جبري، شكرا لك. شرفتيكم. شكرا لكم. يسعد صباحك. وصباحكم يا رب.